مخاض عسير تواصل إلى ساعات متأخرة من الليل برحاب المجلس الوطني التأسيسي في انتظار الإعلان عن قائمة أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. اليوم العشية صوتنا في دورة أولى وطلعت خمس أعضاء تم انتخابهم على القضاة العاد الإداريين سي مراد مولي، على الأساتذة الجامعيين سي شفيق صرصار، على الأخصائيين في الإعلامية سي رياض بوحوشي، على ثم اختصاص آخر أظن في الإعلامية في الاتصالات عفوا السيدة خماء الفنيش، وهناك الخامس سي بافون نبيل بافون على صنف القضاة عدول الإشهاد. نواب المجلس بعد دورتين من التصويت حاولوا بناء توافقات داخل كتلهم النيابية حتى تولد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في أقرب الآجال. بالنسبة للكتل اللي موجودة في المجلس واللي اجتمعت توا، إلى حد الآن شفنا إرادة في محاولة الوصول إلى توافق، ما شفناش محاولة للعرق. صحيح ثم حديث على أنه ثم بعض أحزاب اللي هي ما تمثلش كتل قاعدة تسعى باش تعرقل، وإن شاء الله نأملوا أنه الأغلبية الساحقة من النواب يكونوا في مستوى المرحلة ويتوافقوا على بقية الأسماء. نعرف أن قائمة الهيئة المستقلة للانتخابات مش ممكن تنجز إلا بالتوافق، يعني إلا بالثلثين وقت تشوف الصباح، معناها الدور الأول ما تعد وكالي حققوا الثلثين، والدور الثاني كيف ما تعد كالي حققوا الثلثين. احنا نعملوا في جهود كبيره الاطراف كل في التوافق، هي توافقات تبنى على اساس تنازلات، وبالتالي كانت كتله ديمقراطيه توا كانت نجم تتنازل في جانب من الجوانب على اعتبار انه الهيئه شفافه. اغلب الاعضاء شفتوا كيفاش العمليه الديمقراطيه تمت فيهم، كل واحد عنده شخصيته وعنده السي في نتاعو، يعني في نهايه الامر لا نخشى عدد الاشياء، ولكن التعطيل هذا ما عنده حتى مبرر، ان شاء الله يكون عمليه ازعاج صغيره. على كل البحث على التوافق مسعى كل الديمقراطيين والنواب قاعدين نسقوا مع بعضنا، ونعتبر اللي حصل لحد الان من يعني الاعضاء المستقبلين واللي نجحوا ناس مشهود ليهم بالحياد والكفاءه، وان شاء الله نكملوا ثلاثه اللي مازالوا، وانا واثق اللي التوافق حصل. النواب اكدوا على اهميه حضور العنصر النسائي في تركيبه هذه الهيئه. نحبوا كأكيد الكفاءه، وعلاش لا زاد انه يكون العنصر النسائي اكثر باش يكون ثم توازن من هذه الناحيه، خاصه اللي اليوم اثبت لنا انه الكفاءه النسائيه متميزه ايضا في اللي جاول. 36 مترشحا لانتخاب 9 اعضاء، انتخابات طغت عليها الرغبه في تلبيه انتظارات الشارع التونسي على اساس التوافق بعيدا عن كل التجاذبات السياسيه.